طيب طمنا على إمام وجاهزيته وتركيزه وحالته، الحمد لله ربنا ربي يحفظه ويوفقه. نشوف كريم الدبيس. في البداية بنرحب بيك، شايف ازاي الاستعدادات لمباراة الشباب والوزداد؟ ودي تقريبا مباراة مهمة جدا للنادي الأهلي. طبعا أهلا وسهلا بيك. في البداية حابب أرحب بيك. دلوقتي كلنا جاهزين، عندنا حلم إن احنا الـ 12 إن شاء الله كلنا راجعين من راحة، فدايما ده اول ماتش لينا يكون كويس ويكون مركزين فيه. طبعا نتمنى ان تكون ال 12 لينا. طبعا كل الفرق اللي جايه تلعبك عايزه تكسبك. مباراه مهمه جدا، محتاجين الثلاثه بونت، محتاجين نرجع نكسب في افريقيا. احنا متعدين اخر ماتشين، فطبيعي هنبقى محتاجين نكسب الماتشات الجايه، وان شاء الله ننزل الماتشات الجايه كلها ما عندناش غير هدف واحد هو المكسب. لا طبعا التعليمات كلها ان احنا نركز، ننزل مركزين من اول دقيقه لاخر دقيقه، مركزين من قبل ما نسافر، لان نخش في التركيز من بدري ده يبقى افضل لينا. بس ما عندناش غير هدف ناخد 3 بونت بتاعت الماتش ان شاء الله ونرجع على القاهره. لا طبعا الاجواء كلها هي احنا طبعا احنا عندنا بيبقى احسن كتير، وانت عارف حاجه زي كده. طبعا احنا كلنا اتعودنا على الاجواء دي، نبقى نازلين ما فيش حد قلقان، ما حدش خايف، وكلنا بنبقى نازلين عايزين نكسب. بس ان شاء الله احنا راجعين ناخد ال 12 ان شاء الله. وكمان